السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة فيديوهات الماسكولوسكريتال موديول. إن شاء الله الفيديو ده هيكون عبارة عن تجميع للنيرف سبلاي بتاع معظم الماسلز اللي في الهيد والنك. All muscles of orbit, pharynx, larynx, tongue, palate. معظم العضلات دي بتتغذى بنيرف واحد ما عدا some exceptions في كل عضلة. بالنسبة للأوربت، كل العضلات فيه بتتغذى بالكرينيال نيرف رقم 3 اللي هو الأوكيلو موتور نيرف ما عدا عضلتين، واحدة اسمها الـ SO اللي هي السوبيرور أوبليك، ودي بنرمز لها SO4 لأنها بتتغذى بالكرينيال نيرف رقم 4، والتانية اسمها ال LR اللي هي اللاترال ريكتس، ودي بنرمز لها LR6 لأنها بتتغذى بالكرينيال نيرف رقم 6. طيب عضلات الفارينكس كلها بتتغذى ببلكسس اسمها الفارينجيال بلكسس ما عدا مصل واحدة اسمها الستايلو فارينجيس مصل، ودي بتتغذى بكرينيال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 9 اللي هو الجلوسو فارينجيال نيرف. طيب كل عضلات اللارينكس بتتغذى بنيرف اسمه الريكارنت لارينجيال نيرف ما عدا عضلة اسمها الكريكو ثايرويد، ودي بتتغذى بنيرف تاني اسمه الاكسترنال لارينجيال نيرف. كل عضلات التنج بتتغذى بكرينيال نيرف اللي هو رقم 12 اللي هو الهايبوجلوسال نيرف ما عدا عضلة اسمها البلاتو جلوسس لها علاقة بالبلد، فدي بتتغذى بالكرينيال اكسسوري نيرف. كل عضلات البلد بتتغذى بالكرينيال اكسسوري نيرف ما عدا عضلة واحدة اسمها التنسور بالاتاي، ودي بتتغذى بالمانديبولر نيرف. زي ما قلنا الفيديو ده هو عبارة بس عن تجميع لمجموعة المسلز والنيرف سبلاي بتاعها. بكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم.